هل يمكن نعمل جدول تكراري متجمع صاعد او هابط؟ لو ايه لو لو الفئه الاولى بدايتها يعني اوبن تيبل هل ممكن الاولى واشتغل؟ ممكن العاده لكن انا استغنى عن الفئه الاولى واشتغل لكن بقى قلب الجدول موجود كذلك لو الفئه الاخيره ماشي كمان اقدر اشيل الفئه دي وموجود قلب الجدول ولذلك الجدول التكراري المتجمع الصاعد موضوع لاي نوع من الايه؟ يعني مركز الفئه ما كنتش اقدر اجيبه لما كان الجدول مفتوح صح ولا لا؟ يبقى كل المقاييس اللي هتعتمد على طول الفئه مش هتنفع لو الجدول ايه؟ كلها هتعتمد على الايه؟ على الجداول التكراريه المتجمعه الصاعده ولذلك الجداول دي جداول مهمه جدا لان كثيرا من الاحصائيات بتعتمد على نجيب المتجمع الايه الصاعد الجدول المفتوح هينفع جدول مطلق هينفع ما عنديش اي مشكله صح ولا لا طب ايه اللي بيقوله لنا الجدول ده هو لو انا قلت لك ايه هي عدد الناس افرض ان ده كان وقت تسجيل يعني المريض لما بيروح المستشفى بيسجل اسمه بياناته ودرجه حرارته معايا ولا لا وانت ده فمثلا ايه عندي 15 واحد من 10 20 دقيقه وعندي متابعيني كده ولا لا وجيت قلت لك ايه هي عدد المرضى اللي هتسجل في مده قدرها 35 دقيقه عايز اعرف عدد المرضى اتوقع بعدد المرضى اللي هتسجل في مده اقل من 35 ايه؟ دقيقة قولي سهلة جدا ايه المشكلة؟ بتتكلم على اقل مني بقى الجدول التكراري ده اهو 35 دقيقة رقم محصور بين ال 30 والايه؟ وفي النص صح ولا لا؟ يبقى العدد المناظر منه قد ايه؟ المجموع ده احسبه على 2 لان ده النقطة اللي في النص ولا لا؟ طب افرض ما جبتلكش في النص قلت لك 32 نسبة والايه؟ والتناسب. حضرتك قلت مجموع ايه على ايه؟ مجموع ده على ده. لا دول على ده. معايا ولا لا؟ يبقى انا اقدر اطلع ارقام مش عندي بس من الجدول التكراري المتجمع الايه؟ العكس لو قلت لك ايه هي؟ لو انا عندي وقت قد ايه لازم عشان 50 فرد يخلصوا بسأل على الوقت معايا ولا لا بس المره دي مديني العدد يبقى اخش الجدول بالناحيه الايه المقلوبه ال 50 هنا اهو يبقى الوقت قد ايه ونزل فكره النسبه والايه والتناسب صح ولا لا بص انا بقول هنا اهو عندي عدد فرد 40 35 35 هيقابلوا هنا عدد قد ايه؟ معايا؟ هيقابلوا قد ايه هنا؟ مش ال 35 هي اللي في النص؟ خلاص يبقى اجيب الرقم اللي في النص بين ده وده اهو. طب ما في النص. يبقى نسب وتناسب صح ولا لا؟ ريلاتيف ليه وانا ما جبتش اي ريلاتيف؟ ده انا شغال على الجدول ده نفسه. يبقى 35 زائد 70 على 2 معايا حضراتكم يبقى انا اقدر من اي جدول تكراري لو انا راجل بشوف دلوقتي يا ترى العدد ده اهو 35 دقيقه هنا اهو معايا ولا لا ده العدد ده كبير ده العدد ده صغير افتح شباك تاني للتسجيل لا ده عدد يبقى في سياسات تتوقف عن انك تاخد ايه معلومات جايه لك من الجدول التكراري المتجمع الايه؟ قصه. اذا نعم؟ ايه يا فندم؟ النسبة والتناسب النسبة والتناسب حاضر. لو قلنا احنا خلينا نقول مثلا كام؟ 32 خلاص تفضل يبقى المسافة من هنا وهنا على هنا من هنا هيتناسب على هنا من هنا مع هنا من هنا هعمل خطين واقول المسافة الكبيرة اللي هي 40 ناقص 30 مقسومة على 32 ناقص 30 هتتناسب مع ايه؟
السبعين ناقص الخمسة وتلاتين. الرقم اللي هنا اسميه زد اسميه واي على اي حاجة، الواي ناقص الخمسة وتلاتين. طرفين وسطين. هتطرح وتطرح وطرفين في وسطين وتطلع قيمة الايه؟ الواي. تابعني؟ تابعني؟ ما حدش فاهم. كده؟ كنت متوقع. عادي اعملها في البيت انت بقى. اه والله العظيم لما اجي اعمل دي وتقول لي مش فاهم مش فاهم ايه؟ ده احنا اخدناها في ابتدائي. المثلث اهو والخط اهو بنقول من هنا لهنا مع هنا لهنا يتناسب مع هنا وهنا وهنا. مش كده؟ كان يدينا ثلاثة ويطلب منا الايه؟ سنة ثانية ابتدائي. انت بقى مش عارفها يذاكر مع ابنه اللي ما عندوش عيال يا جماعه تلفوا عاجل. انا جبتها في المنتصف عشان اسهل على الناس عشان لو رقم مش صريح مش في النص حاجه رياضيه بس كده عشان اقدر اجيب الواي ده على طول او الحاجه المقابله للفين يعني مش كده ولا ما تقدرش بقى 30 ناقص 30 النسبة دي كلها على النسبة الصغيرة وصلنا على الخط النسبة دي كلها على النسبة الصغيرة على أي حاجة عشان اقدر اجيب الواي ده تؤكد على الاخر اللي هو بقى المطلوب اللي هو بيقابل معايا ولا لا؟ لقيت الضحك بتتكلم على جنب معصبين مفيش وقت اللي يضيع يقعد يرجع له من الاول الناس لازم تبقى ماشيه معايا شويه معايا وحضرتك ولا لا؟ انا بقولش لغز هو في لغز انا قلته؟ ما قلتش لغز بقول نسبه وتناسب وكتبتها روح البيت اعملها في البيت مفيش اسمه خالص 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 ملخص الكلام يبقى في جداول تكراريه الجداول التكراريه بقدر اطلع منها مجموعه من الجداول النسبي والمعدل والمتجمع الصاعد والمتجمع الهابط وكل جدول ليه تفسيرات وليه استخدام معايا ولا لا؟ لو تلاحظ لغايه دلوقتي انا اتكلمت على كم متغير؟ لا متغير واحد قلت العمر الوزن كده اهو لكن هل في بحث بيتعمل من متغير واحد؟ بيبقى مجموعه من المتغيرات عايزين نتعلم ازاي نعمل جدول تكراري على الاقل صفتين مع ايه؟ مع بعض ممكن يكون صفتين وثلاثه واربعه بس احنا عشان نقدر نسيطر على الموقف هنتكلم على الجدول التكراري في حالة صفتين ايه؟ مع بعض. طيب ماذا يحدث في شكل الجدول لو كانت بيانات متقطعه؟ واضح ده بيان مستمر من 20 ل 20 كله حته صح ولا لا؟ لو كان البيان متقطع عدد الاطفال 1 2 3 4 1 معناها في 15 اسره عندها طفل واحد 2 20 اسره فيها طفلين كل اللي هيحصل في الجدول ده في كل الكلام ده قلناه هيتغير بس شكل الايه؟ الكلاس معايا ولا لا؟ هيبقى الابر ليميت هو اللي هو الليميت هو المركز اللي هو الرقم اللي احنا ايه؟ لكن في حاجه من دول تتغير؟ يبقى معايا ولا لا؟ متابعيني ولا لا؟ يبقى مفيش اي مشكله. ماذا يحدث لو كانت البيانات كميه اسميه وصفيه اسميه زي مجموعات الدم A وبي وأوبي ولا كل اللي يحصل ان شكل الكلاسز دي هتاخد الصفات ادي الـ A وادي الـ B وادي الـ AB وادي الـ O في 17 واحد O معايا ولا لا؟ اذا مع اختلاف شكل البيان بيختلف فقط ايه؟ شكل الكلاس لو كانت متصل احنا قلناه لو كان متقطع هياخد القيم نفسها 1 2 3 4 صح كده ولا لا؟ لو كانت وصفيه هياخد الكاتيجوريز اللي احنا ايه؟ قلنا معايا حضراتكم؟ يبقى نعم ما لا لا مش هنعرف نجيب اكس ولا طول انترفال ولا معايا ولا لا في الوصفيه مفيش كلام ده عشان كده في طرق مختلفه دي بتخدم الفكره فاكر لما قلت لك ان هنا طرق بتخدم وهنا طرق بتخدم حاجه ثانيه ولا لا؟
لما تكون مصريه لا افكر تفكير تاني صح ولا لا؟ يا معلم اصلنا لو انا هتكلم على كام ايه؟ هتكلم على تو فاريبل وعايز انشا ايه؟ الجدول التكراري اللي هنسميه الجدول التكراري المشترك الجوين ديستريبيوشن فريكوانسي تيبل هنسميه ايه؟ جوين فريكوانسي تيبل معايا ولا لا؟ الاسبوع الجاي يا الحمد لله.